حبيبي مليون مبروك يا سيد مراد، الله يبارك فيك حبيبي، ربنا يخليك. النهارده شعورك ايه بقى بالملحمه؟ ملحمه الحمد لله، لعيبه رجاله وحاولنا نعوض يعني الفتره اللي فاتت، وانا بشكر الجمهور الكبير جمهور نادي الزمالك، الناس اللي كانت في المدرج النهارده وبذلوا مجهود معانا غير عادي. تعالى يا كابتن سيد نمر جاي لك، ما تراجعش ورايا، الحمد لله قلت لك هناخد البطوله. بس اللي عميد احمد حسني الاول ده، بص لا طبعا لا طبعا ربنا يخليك ربنا يخليك، دايما بيعمل لنا حاجه احنا عايزينها اقسم بالله بجد. حبيبي انا نمر حبيبي، والحمد لله ربنا كرمنا، وانا قلت لك المره اللي فاتت هناخد البطوله الحمد لله. مليون مبروك يا كابتن، مليون مبروك يا سيد. شكرا، الله يبارك فيك يا مراد حبيبي، ربنا يخليك.